خلينا نروح للنادي الأهلي. بيستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي ميدياما الغاني، وطبعا ده في دوري أبطال إفريقيا، وده بعد ما حصل الحقيقة شكوك كتيرة جدا حول موعد المباراة. الحكاية إيه؟ إنه طبعا اتأخرت تأخر سبب تأخر وصول طائرة الأهلي لغانا بسبب الحادث البسيط اللي حصل للطيارة وأخر الإقلاع من محطة الترانزيت. حقيقة الأهلي كمان بذل محاولات كتيرة جدا لتأجيل اللقاء، لكن النادي الغاني أصر على إنه المباراة تكون في ميعادها غدا زي ما هم كانوا حاطين الميعاد. خليني أخد مزيد من التفاصيل ونعرف الحكاية وإيه اللي ممكن يحصل. الناقد الرياضي محمد عراقي، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ واهلا بيك واهلا بكل المشاهدين. اهلا بيك. ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني ليه النادي الغاني برضو ما حاولش يتفهم انه الطياره اتاخرت والسبب التاخير اللي حصل لطياره النادي الاهلي؟ هو انا بس احكي لحضرتك الموضوع من البدايه، لان الحكايه من البدايه مهمه جدا. يعني احنا الاول ممكن يكون فعلا نادي ميدياما تعنت في القصه ديت، ولكن برضو من وجهه نظري يعني كان في خطا برضو من النادي الاهلي في بدايه الموضوع. يمكن كان من المفترض والتفكير في البدايه خالص ان الاهلي ما كانش هيرجع من الجزائر بعد مباراه شباب بلوزداد، كان المفروض الاهلي هيطير من الجزائر على غانا على طول. كعاده النادي الاهلي لما يكون المباريات قريبه بيحب ياخد وقته، يعني يبقى في براح في الوقت قبل المباريات عشان ما يحصلش زنقه زي اللي حصلت ديت. ولكن بقرار من مستر كولر المدير الفني للفريق قرر ان الفريق يرجع القاهره بعد انتهاء مباراه شباب بلوزداد، بسبب يعني رغبته في ان ما يبقاش المعسكر طويل واللعيبه ما تفضلش بره مصر كتير، ده بيأثر طبعا على نفسيه اللعيبه. وبالفعل الفريق رجع القاهره. كان من المفترض ان الفريق يطير لغانا يوم الثلاث، ولكن برضو بقرار من مستر كولر المدير الفني للفريق اجل السفر 24 ساعه، فبالتالي السفر كان يوم الاربعاء. من وجهه نظري فكره السفر قبل مباراه مهمه زي دي في غانا في ادغال افريقيا ب 48 ساعه من وجهه نظري كان خطا كبير. بالفعل الطياره سافرت، وكعاده النادي الاهلي ومجلس ادارته بيوفروا طياره خاصه طبعا، ودي حاجه طبعا محترمه جدا. فعلا الطياره سافرت، كلنا عارفين المباراه في كوماسي، مدينه كوماسي الغنيه، ولكن بسبب طبعا فكره ان لازم الطياره طبعا تفول قبل ما تكمل، نزلت في مدينه اكرا الغنيه عشان التفويل. وكمان مدينه كوماسي ما فيهاش اجراءات انهاء الجوازات، يعني الجوازات لعيبه نزلوا من الطياره انهوا اجراءات السفر او التاشيرات في اكرا، رجع تاني اللعيبه المفروض ركبوا الطياره تاني عشان يتحركوا بقى الكوماسي. المفروض الرحله رحله قصيره، يعني هي بالباص تقريبا 6 ساعات، بالطياره كان ممكن تبقى حوالي يعني ساعه بالكثير او حاجه. المفروض ركبوا الطياره، وبعد ما اللعيبه ركبت الطياره المفروض المعده اللي بتحرك الطياره خبطت في العجل بتاع الطياره من تحت. لما المعده دي خبطت الطياره كان ممكن الطيار يطير عادي، ولكن الطيار طبعا يعني الطيار المصري طبعا طيار يعني محترم وعنده خبره كبيره، قال لك لا انا لازم اراجع على الطياره. امن وامان يعني اكيد طبعا، واكيد امن البعثة اهم حاجه. وبالفعل الطيار نزل وامن على الطياره، لا ان ده ممكن يكون فيه خطوره، فقال لك لا انا مش هطير باي شكل من الاشكال. فاحنا دلوقتي عندنا خيار من الاثنين، لو الطياره دي هتتصلح هنطير بيها مره ثانيه، يا اما يتم سفر طياره جديده من القاهره تيجي تاخد البعثه من اكرا والكوماتي وبعد كده ترجعهم بعد المباراه. ولكن فعلا تم اصلاح الطياره في خلال 3 4 ساعات. الساعه كانت تقريبا في الوقت اللي حصل فيه الاصطدام ده كانت الساعه حوالي 9 10، ولكن الطياره اتصلحت في تمام الساعه الثانيه بعد منتصف الليل. كان ممكن الفريق يسافر في الوقت دوت، ولكن بسبب ان الهبوط في كوماسي ممنوع ليلا بسبب الخفافيش وحاجات شبه كده، فقال لك لا الهبوط ليلا ممنوع في مدينه كوماسي، فتقرر ان البعثه تمكث في احد الفنادق لحد الصبح. وفعلا البعثه رجعت تاني الساعه 10 صباحا وتحركت لمدينه كوماسي اللي هي مدينه المباراه، وخاضوا التمرين الوحيد النهارده وكمان المؤتمر الصحفي، والمفروض ان شاء الله خلاص المباراه في ميعادها. فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي كان في طلب من النادي الاهلي للاتحاد الافريقي ان يتم تاجيل المباراه لمده 24 ساعه، والاتحاد الافريقي من جهته لازم طبعا ياخد موافقه نادي ميدياما اللي هو طبعًا المفروض المنافس طبعًا بتاع النادي الاهلي. ولكن نادي ميدياما، وانا من وجهه نظري ان ده حقه، يعني ما نقدرش نيجي نقول ان هو تعنت قوي، يعني هو
تعنت ومش تعنت، يعني هو برضو من حقهم ان هم خلاص طبعوا التذاكر وعاملين حسابهم. هو كمان من حقه، وكمان المفروض ان المباراه ميعادها معلن من فتره طبعا، واعتقد ان زي ما انت قلت في البدايه يعني النادي الاهلي معروف عنه دايما انه منضبط مزبوط. وبيبحث وملتزم وبيعرف يدير الامور بشكل، ولكن يمكن الحسابات ما كانتش منضبطه هذه المره، وانا بتفق معاك جدا لانه الحسابات برضه للنادي الاهلي يعني عشان ااكد برضه لحضرتك برضه معلومه مهمه، ان ده قرار كولر المدير الفني للفريق، ولا قرار اداره النادي الاهلي ولا قرار كابتن خالد بيه مدير الكوره، ده قرار مستر كولر المدير الفني بس للفريق. بعد كده مش هينفع ان احنا نروح في دوله افريقيه، لانه افريقيا كمان ليها طبيعه زي ما حضرتك قلت، ما ينفعش يعمل يعني يعمل لاندنج او هبوط ليلي علشان الطبيعه والخفافيش يعني هي ليها طبيعه واجراءات كتيره، فلازم ان احنا نبقى دارسين الموقف يعني. واعتقد ده درس يعني، ده درس المسؤولين الاهلي وكل مسؤولين كل الانديه كمان في مصر ومنتخبنا الوطني كمان، ان لازم السفر لما تكون بتلعب في افريقيا في ادغال افريقيا بالطريقه دي لازم تسافر قبلها فتره يعني كافيه، ولكن برضو رغم كده ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في رجاله النادي الاهلي. روح اللعيبه بقى، روح اللعيبه اخبارها ايه واللياقه بتاعتهم والحاله بتاعتهم عامله ازاي؟ يعني مش هنكذب على بعض، اكيد في جزء في ارهاق جهاد وارهاق، دي حاجه ما فيهاش كلام، ولكن على المستوى الفني النادي الاهلي طبعا افضل من فريق مديامة بمراحل، يعني احنا على المستوى الفني افضل بكثير من فريق مديامة، وقادرين طبعا على تحقيق نتيجه ايجابيه، خصوصا الفريق في حاجه يعني حتى التعادل يكفيه والفوز على يانج افريكانز هنا في مصر يكفيه للصعود، فبالتالي يعني المباراه ان شاء الله تكون في المتناول رغم الاجهاد ورغم الحاله ديت، ولكن لعيبه النادي الاهلي يملكوا من الخبرات اللي تخليهم يعدوا ان شاء الله دي. ان شاء الله نتمنى لهم ان شاء الله يعني يرجع النادي الاهلي ويرجع بكل خير ويرجع الحقيقه فايز يعني، وبعد كده نبدا نظبط الجداول وما نعملش العمله دي تاني ابدا. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد عراقي، كنا نتحدث عن نادي الاهلي، كل التوفيق بالنسبه له.